كل مرة نفس الحكاية، يعطيك العافية. كل مرة نتأخر على الرحلة، وربي لو راحت الرحلة دي حخنقك. طيب يا جماعة الخير، زي ما انتم شايفين رجعنا للرياض عشان بيفز برجر ستيك هاوس. سلطان لازم تقول له مش بتاكل، مو على طول بس تاكل جمبري. ايوه كل جمبري، انا ما اكل جمبري. هنا عندنا سلطة الجرجير. شوفوا يا جماعة الخير، انا اروح مطاعم كثيرة وما اكل سلطات، بس هنا السلطات تفوز. الله الله الله. ما أعرف أقول. واو. هنا تاني سلطة مرة تعجبني، الكيل سالد. مع إني أنا الصراحة ما أحب الكيل كتير، هنا الصوصات مع الجبنة مع الكسر اللي مسوينها. والوينجز هنا لا تفوتكم الصراحة، شيء جبار. هنا الكفتة. هنا هذه محشية جبنة. بالله امسك الطرف، امسك الطرف بس بشويش. بالله لا لا بشويش 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 بشويش. الله الله الله. يا ويلي ولا يا ويلي ولا وي. لا لا ما حتنفع، لسه لازم يقطع وصل كمان. ايوه لبتوا اللحمة بيتزا هنا، شغل فوضى عندكم. ها اوي انا فوت ات اوفر ذير لات يو سكس ايت ات. ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو. اقعد كده ما يخلص الشباب. وصلت البرجرات، بس ايش حنبدا في ده اول قبل ما يبرد. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بشويش 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 بشويش، لا ننحرق. لا ايوه ايوه ايوه. روح روح روح. يا ويلي يا من وين ابدا فيك يا البرجر؟ من هنا ولا من هنا؟ طريقه الاكل ما تكون طريقه الاعمال. ابغى اوصل لكم شيء بس ما ينفع اقول عجيب العيد، بس انتوا فهمتوا بس. اليوم كله كده شايف، هذا لازم يبقى معايا. اتعب وانا اقول سلطات هذا المطعم قد ايش تفوز. والله حقيقي انا عدمت الدنيا على قريب. دخلنا بالتقيل يا جماعة. سحس بعد إذنك. يس يا ويلي ويلا يا ويلي ويلا. قلت لكم جاهزين وقلتوا لي إيوة. أنا مالي صلاح، أنا أكل نص وإنت نص. قلت لكم الوضع قلب تقيل. يا ويلي ويلا. فوتوجينيك. واو. أكله لذيذ لذيذ، ما في أربع يتكلموا فيه. أمسك نص وأنا نص. يلا بسم الله. يا ويلي ويلا. اللحمة اللحمة. أيوه أيوه أيوه. أقطع. يا ويلي ويلا.
حتساعدني اوكي؟ ايوه ابغاك ترفع لي هي. اوكي، اخاف تنزل؟ لا ما حتنزل. اوكي. ايوه. يا سلام. قلت لك. والله كذا. كذا والله. ما بلعب والله، هي كذا اصولها بالعظمة يا حبيبي. ليش تقول شوك وكذا؟ يا ويلي يا ويلي يا ويلي، شفت هذا اللي بقول لك عليه. This is what I'm talking about يا جماعة. والله العظيم. هذا منتج قالوا لي ما حتندم، خلينا نشوف. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. مستغرب فينا. هذه احنا حياتنا كلها كده. مطوه. بالعافية عليكم. طيب، واخيرا وليس اخرا، حقيقي اهل الرياض يعني انا اتعب واقول حقيقي مره شكرا لاي احد قابلنا وسلم علينا، وطريقه كلامكم معانا، واللي يعزمنا على عشاء، واللي يسلم، واللي يعني حقيقي ما في كلمه توفي شعوري حاليا. ولكن احب اقول لكم انه مطعم بيفز عندكم موجود في الرياض في مخرج 5 وشارع التحليه يا جماعه، فجربوه وان شاء الله ما حتندموا باذن الله. يعطيكم الف عافيه وراجعين على جدة في أمان الله. طيب يا جماعة الخير، آخر مرة أنا ما جربت هذا المنتج، يقولوا ستيك أدوق. ما أتوقع نحتاج يعني نتكلم أكثر من كده. أدوق. الله مطمط يا قلبي يا مطمط. يا جماعة الخير، يمدحوا الحلا هذا، يعني هي بقلاوة وايس كريم، بس شكله الرجال راح البيت. استنى تعال، انا عندي فكرة. استنى. لا ممكن بيدك. لا ايش بيدك تسوي كذا بعدين تسوي. لا انت فاهم الموضوع غلط. مو هم كذا يسووا؟ لا هم مو كذا يسووا. والله يسووا كذا بعدين يسوي كذا. لو براك شافك حيموت. بعدين يسوي كذا، بعدين يقلبها ويضغطها كمان، بعدين يقصها 4 اجزاء. بعدين بالضبط. شيف براك، هاو ار يو؟ هم. يلا سوي دحين تشيك. ايوه. طيب خلصنا تغطيتنا بالنسبة للبيبس، حتلاقوا فروعهم عندهم فرعين ومخرج 5. فرعين ومخرج 5 والتحلية. أهل الرياض بالعافية عليكم، يفوز.